تفكير اللاعب الاتحادي، وبسأل عن اللاعب النصراوي والاداره واللاعبين، شيل هم النقطتين دي ولا ما يشيل هم بصراحه؟ شوف شوف انا بكلمك منطقيا اكيد، لانه انت كل شيء وارد في كره القدم، ممكن تكسب وممكن تخسر، ممكن تتعادل. انت الان الاتحاد، تكلم الاتحاد بنقطتين، النصر اللي ممكن ياخذها وما ياخذها يقدر يفكر طبعًا فيها. اكيد طبعا اكيد نتكلم حتى المشجع يفكر فيها. لا يهمك اللاعبين، لا 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 انا بقول لك، هو اللي بيحس بالمشجع، واللي هذه الاشياء بتنترجل للاعب دايركت، لانه المحيط باللاعب مين؟ اداره، الجهاز الفني حيحس، حتى الجهاز الكل. ليه؟ جمهور. يعني كان عندك فرصه، انت الان عندك يعني الاتحاد عنده فرصه انه ممكن يتعثر في مباراه، ما عنده مشكله الاتحاد ممكن كان يتعثر، لكن لو جات النقطتين لا، ما في مجال للتفريط. صح يعني انت تكون بطل بيدك تكسب الثلاث مباريات المتبقيه، لكن ممكن تتعطل في واحده، لكن لو هذه ما فيها مجال مباراه، وما هي سهله ترى، ما هي سهله. وعلى النصر اذا 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 طمعوا مثلا بتاخذ نقطتين فجاه قالوا لا ما في نقطتين، في 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 فرق يا كابتن، وفي فوارق. انت قاعد تلعب دحين، النصر قاعد يلعب على امل انه يكسب النقطتين هذه على الهلال، وانه الاتحاد يتعثر صحيح في البطولة، عكس الاتحاد. الاتحاد يكسب مباراتين ويحقق بطولة، أو يكسب ثلاثة بطولات ويحقق ثلاثة مباريات ويحقق بطولة. يعني في كل الأحوال، في كل الأحوال حتى لو خصمت النقطتين من الهلال وأعطت للنصر، الاتحاد في يده إنه يحقق البطولة أو ما يحقق البطولة، بس على بضغط أكبر. المهم بيده يا كابتن. ايوه اكيد، وانا ما حروح ادق الباب على احد اقول له ايه، بس ابو نوران لما احتاج منك بس كذا. لا بس بس ابو نوران انا لازم، هي قبل الجوله يعني على الاقل، هي صح تاخرت اخذت وقت طويل، لكن على الاقل الان انها تكون قبل بدايه الجوله. يقدرون يحسبونها قبل بدايه الجوله؟ والله المفروض يعني بصراحه، اذا اذا اذا, إذا في نص واضح ونظام واضح اكيد يقدر يحسبونها. فانت يا كابتن انت دائما يعني من بدايه الموسم قاعدين نتكلم الشخصيه، عرفت؟ شخصية، يعني بغض النظر انك انت قاعد تنافس على الدوري او قاعد تلعب في الملعب كمباريات، بس الشخصية انا على اللي شفته امس من الاتحاد الشوط الاول، صراحة انا شفت فريق